بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عايز أفكر نفسي وأفكر كل واحد وواحدة بيسمعوني دلوقتي، يوم ما نروح عند ربنا يوم القيامة ناس كتير مننا هتعرف يعني إيه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عارف معنى الآية دي إيه؟ إن متع الدنيا حتى لو كانت ممتعة لكنها وهم بالنسبة للذة ومتع الآخرة. ناس كتير هتعرف معنى العتاب الرباني لناس انشغلت بالمعاصي ونسيت ربنا يوم ما عاتبهم وقال لهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مشهد يا رب ما حد مننا يشوفه يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كلمة مشهورة يوم القيامة، يا ليتني، يا ريتني ما عشت كده، يا ريتني ما مدت إيدي لقرش حرام وأنا عارف إن ربنا شايفني، يا ريتني ما ضحكت على زبون واستغليت جهله، يا ريتني ما اتكلمت على حد في ظهره وشوهت سمعته، يا ريتني ما شهدت زور وأذيت إنسان، يا ريتني ما عشت سنين من عمري تارك للصلاة ومش عايز أتوب، يا ريتني، يا ريتني ما موتت أمي بحصرتها عليا، يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أحد الصالحين كان عامل شيء غريب عنده في البيت أوي زمان، كان حافر حفرة في الصالة عنده كأنها القبر ينزل فيها وقت ما يبعد عن ربنا وينام ويتخيل ظلمة القبر، وحاطط خشبة كده سادت بيها الحفرة دي ويفتكر ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولما يحس إن نفسه ضاقت وعايز يرجع لربنا يزق الخشبة برجليه ويقول أيتها النفس ها أنت في الأمنية، يعني أنت كنت بتقول يا رب ارجعون أديك رجعت يا هو. إحنا عايشين يا جماعة في الأمنية دي، إحنا عايشين في الدنيا دلوقتي. هل أنت الإنسان اللي ربنا قال عليه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون؟ أنت الإنسان اللي مش عايز يقابل ربنا وعايش في الدنيا غافل عن حبيبه ربه سبحانه وتعالى، ولا أنت الإنسان الجميل اللي رب العالمين قال عليه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؟ مستسلم لربنا وعايش في كنفه، ولا غافل عنه ومش عايز تقابله؟ خد القرار، ولو حسيت انك عايز ترجع لربنا عشان ما تقولش يوم القيامة يا ليتني وتتحسر، اعرف كويس ان ربنا عايزك، ربنا ارادك، والدليل انه سمعك الكلام ده. ربنا بيسمعك الكلام ده لانه ارادك ان تتوب وترجع اليه، ولو رجعت له يستقبلك استقبال المحبين ويفرح برجوعك. ربنا يرجعنا ليه وياخد بأيدينا ويهدينا وينجينا، وربنا معاكم والحمد لله رب العالمين.